السلام عليكم اخواني اخواتي، الله يعطيكم العافيه. معاكم اخوكم فضاري. اليوم بتكلم عن سر. السر هذا اذا فهمته واستوعبته راح تعالج اي مرض على كوكب الارض. يا جماعه، نقص الاكسجين بالجسم هو اول مسبب للامراض كلها، واولهم مرض سرطان. مستحيل اي مرض ينشا يكون فيه اكسجين، مستحيل مستحيل مستحيل. زين، يعني نتنفس عادي؟ لا، الكل مو فاهم التنفس صح. الناس كلها وين قاعد تتنفس؟ تتنفس هني. زين، الرئة ترى هالكبر، الرئة انت وين قاعد تتنفس هني؟ عايش كل حياتك على الاكسجين اللي بس هني، قاعد تاكل وتشرب، امورك زينة وصحتك زينة، بس هل الاعضاء قاعد يوصل لهم اكسجين ولا لا؟ خليك معاي، لا تروح بعيد. الله سبحانه وتعالى خلى عندك رئة هالكبر، هذا الرئة هالكبر، وانت قاعد تنفس هني وعايش حياتك طبيعي وتقول كاني عادي ما في شيء. زين، الله سبحانه وتعالى لو يبيك انت تتنفس لهني بس كان ما خلق لك رئة. ليش حق الله خلق لنا رئة لهني؟ كان نتنفس. لا، لان في اعضاء يبون اكسجين. الاكسجين هذا، نفترض الاكسجين هذا اللي من هني لهني هذا حقك عشان تروح السياره وتروح كنتاكي وتتمشى مع ربعك وتلعب وتستانس، ولكن اللي هني حق اعضائك. الاعضاء يبون اكسجين. الاعضاء مساكين لانهم يحبونك قاعد يصبرون عليك، ياخذون الاكسجين بالحبه. ومتى ياخذون الاكسجين؟ بس وقت نومك. الله سبحانه وتعالى مهيئ لك الرئه هالكبرها عشان يبي 24 ساعه. ليش؟ تمارين اليوغا، وايد من التمارين اللي يعتمدون بس على التنفس. هذا سر ركز معاي هني. الاسترس، ان الزعل، ليش مو حلو؟ لانه يخليك تتنفس بس هني. فلان تهاوش مع فلان، شنو حالة فلان؟ بس هني خلي هني. زين، ليش لما يصير لك امر وايد حلو او شغله انت تبيها وصارت مره واحده ايش راح تسوي؟ واخيرا شوف وين وصلت الاكسجين. واخيرا، لان الجسم دائما اذا كان باسترخاء ياخذ اكسجين اكثر، واذا كان الجسم باسترس ما راح ياخذ اكسجين. عشان كذي الناس تمرض لما يصير فيها استرس. ليش؟ لانه ماكو كميه اكسجين، لانه بس قاعد يتنفس هني. وفي ناس سنين وسنين وعشر سنوات 20 سنه عايشين باسترس بس يتنفس هني، ولا وبعد ما يسوي رياضه ولا ينام عدل. عيل، وين الاكسجين؟ وين؟ اذا مرضتك فلا تزعل. اصلا انت اذا ما مرضت احنا نزعل، المفروض تصير مريض انت 100%، لان حبه اكسجين. اقتنع معي، تكفى. الله سبحانه وتعالى مصمم جسمك انك انت تروح حق شغلك مشي، تسوي كل وظائفك مشي، تروح تركض تلحق الفريسه مشي مشي، يعني طول الوقت اكسجين 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 فل. ولكن احنا مع التطورات ولله الحمد قمنا نروح دوام بالسياره، قاري سيكل قاعدين، وفي بعض رجال الاعمال بس قاعدين على اللابتوب يخلصون اعمالهم. ولكن جسمك انت مو مهيئ على كذي. عشان شيء شنو نسوي؟ ساعه باليوم ساعتين تكفى، دخل اكسجين، لان انت جسمك مو مهيئ على كذي. فانت عجبتك التطورات اللي صارت، ما عليه 100%، خليك مع التطورات، بس عط حق الجسم اكسجين. عطى، يعني عندك مو بس وقت النوم ياخذ الجسم اكسجين، لا، عطى باليوم. عشان كذي يقولوا لك سوي الرياضه. عرفتوا شلون؟ عرفتوا؟ اخذ اكسجين، الله يخليك، مرتين باليوم، مرتين بس اخذ وطلع. لا تدش بامراض وامراض الناس فاهمين الرياضه غلط. لما تقول حق شخص سوي رياضه يعني لياقه وجسم حلو سكس باك بس، لا، سوي رياضه عشان لا تموت. عشان شنو؟ لا تموت. الناس شنو قاعد تسوي؟ الو الو والله، شوف الساعة 1 الحين، ها؟ كم صارت؟ الساعة 7 بالليل. 5 ساعات 6 ساعات انت قاعد، ما نقطة اكسجين ما دخلت، نقطة ما دخلت. سوي رياضة مو عشان جسمك يصير زين، لا، سوي رياضة عشان لا تموت. أعضائك يبون اكسجين. الحين بقول لكم جميع الأمراض شلون تتكون وشنو لها علاقة بالاكسجين وشلون مرض السرطان يتكون. هذه وجهة نظري فيها، اوكي؟ اعلمكم من اليوم رايح، والله العظيم يخليك تخلص الهواء مال بيتكم كله، حتى تشم القراطيس والغبار كله اكسجين.
تكفى ابوس ايدك ركز معي هني، اذا فهمت هذه النقطه راح تعالج كل الامراض على وجه الكره الارضيه. تكفى ركز، اذا انت ببنك وقاعد تسحب فلوس تكفى عطني الفلوس بس ركز ركز. الكبد اهم عضو بالجسم لانه هو اللي قاعد يشيل السموم، من غير الكبد انت موت، من غير السموم ما تتنظف جسمك انت موت. خلصنا ركز. هذا الكبد اوكي، ياخذ السموم يقطهم، ياخذ السموم يقطهم. الكبد من غير اكسجين ما يقدر يشيل السموم، ما يقدر ما يقدر ما يقدر. يدز عمره شويه ولكن ما يشيل السموم 100%. تدري لو تقطع عنه ذره اكسجين خلاص يقعد هو يخمد هو وسمومه. حلو انزين، اذا صارت سموم بالجسم شنو يصير؟ شنو يصير يعني؟ هني اللعبه، هني ركز. خلينا نختار اي عضو بالجسم اوكي، نختار غدد الليمفاوية. الغدد الليمفاوية يدش كذي، غدد الليمفاوية يدش الدم، يقعدون ينظفون الدم، بروتينات الدهون يكسرونها، الجراثيم البكتيريا الفيروسات يمسكونها. حلو، من هم الغدد الليمفاوية ياخذون السموم هذه وين يقطونها؟ عند حجينا الكبد. يوم ورا يوم، يوم ورا يوم، يوم ورا يوم، ياخذون يقطون ياخذون يقطون. بيوم من الايام غدد الليمفاوية زعلت، دقت منه على الكبد، السلام عليكم كبد شلونك اخبارك، معاك الليمفاوي هلا والله، ليش مو قاعد تاخذ السموم؟ الكبد شنو رد؟ والله بصراحه عندي سموم وايد وما عندي اكسجين وما اقدر اصرف السموم اللي انت داز لي اياها. زي الغده الليمفاويه ترى بنموت، بيصير خلل عندنا، اخذ السموم. والله اسمح لي شوف شنو يصير اذا تجمعت سموم جسمك والكبد ما اخذتها. خل اوريكم مرض السرطان شلون ينشا وغيره من امراض القدة الليمفاوية. ما حد خذ سمومها، لما ما حد ياخذ سمومها معناته شنو؟ معناته اكسجين ما راح يوصل لانه في سموم. يوم ورا يوم، يوم ورا يوم انقطع الاكسجين عن العضو نفسه او عند هذه القدة الليمفاوية. شوف شوف شنو يصير، الخلايا اللي هني تبتدي تغير شكلها. ليش تبتدي تغير شكلها؟ تصير من هوائية الى لا هوائيه. قبل عايشه على الهواء الخلايا، الحين ماكو هواء فغيرت شكلها، لان يبي يعيشون، يبي يعيشون شو يسوون وين يروحون يعني؟ هذه قدره من الله سبحانه وتعالى، تقوم الخلايا تغير شكلها تقوم تعيش من غير هواء، يسمونها خلايا لا هوائيه. الخلايا اللا هوائيه هذه مضره حق الجسم. ليش؟ لان الجسم السيستم مال الجسم ما يعرفها، خلايا جديده وقويه. تقوم الخلايا هذه تقوم تنتشر تنتشر تنتشر، وكثر الجسم ما في اكسجين تقعد تنتشر اكثر، ومنها مرض، ومنها مرض السرطان. يقعد بالخليه عايش الخلايا لا هوائيه، كبرت يبي يبون يهال ويفرخون، كبروا وكبروا وكبروا يروحون حق غدة الليمفاويه ثانيه. عشان شي مرض السرطان ينتقل عن غدد الليمفاويه. ليش ينتقل؟ لان كل واحد ما في هواء، ما في هواء. واذا كانت الغده الليمفاويه الحين هني متعطله، واللي هني مو متعطلة بس ضعيفة لأن ما فيها أكسجين، والكبد عليه سموم وايد يعني فيها سموم وما فيها أكسجين، ها نص ونص قاعد عايشة. الخلايا هذه جديدة توها جاية، تقوم تهجم على القدة الثانية وتخربها، والثالثة والرابعة والخامسة، لأن مناعة ما في، مناعة ما في. ليش مناعة ما في؟ لأن عندنا الطحال ما له أكسجين، عندنا الكبد ما في أكسجين وفيه متروس سموم. عرفت شلون المرض شلون يتكون خصوصا مرض السرطان؟ عرفتوا ليش مريض السرطان يقعد يتعب ويطيح شعره ويصير جسمه؟ لأن الخلايا هذه جديدة ونشطة، هي الأولى. إذا دش فيتامين هي تاخذه، إذا دش معدن هي تاخذه، هي أول وحدة. شعر خلي يولي الشعر، عين خلي تولي العين، عضلات خلي تولي، أهم شيء أنا آكل وأكبر. وأول شيء منو حبيبها؟ اللوف مالها اللي مسوين عليها ملكة، اللي تشوفه مو تكبر ولا تنتفخ. ليش؟ لأنه هو مادة سمية نفسها، نفس العائلة. السكر، السكر مادة سمية بس لأنه حلو، عشان شي السم الحلو يسمونه. أول ما يدش السكر، هلا حبيبي شلونك، بالأحضان بالأحضان يا الخلية اللهائية، تعالي تعالي، وتكبر وتكبر وتكبر. عرفتوا شلون؟ ليش يسمونه مرض الخبيث؟ الحين هو قاعد بمكانه أوكي، يدس خلايا، خلايا راحت قاعد تمشى، راحت عند العين، شافت العين، لا الخلايا اللي مو لها هوائيه اللي عايشين على الهواء هجموا عليها، يلا طلعي طلعي مالك مكان، راحت 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 مكان
ما في اكسجين، الخلايا مولوتها تعبانه، شافت نفسها عليهم، راحت وفرخت داخل. عرفت شلون يتنقل هني 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 هني، والمكان اللي تروح له اللي تقعد فيه تعيش فيه يعني معناته هذا المكان مو اوكي، لان هي تغلبت عليه. ولكن في اماكن ما تقدر تتغلب عليهم، بس اذا استمر الموضوع هذا السموم وما اكسجين لا راح تتغلب على الجسم كله. عرفتوا شلون؟ ومنو السر؟ منو؟ عشان اكسجين الله حاط لك هالرئه، انت ما استفدت. وهذول خلايا ترى لو نحاكيهم نقول لهم انتوا ليش سويتوا بالجسم، يقول انا بعيش بعد الجسم ما فيه هواء انا بعيش، شلون يعني؟ عرفتوا؟ في دكاتره وعلماء بالدنيا شركات الادويه همشوهم. ليش؟ شو قاعد يسوون الحين؟ نفترض مرض السرطان هني، اوكي هني بهالمكان، يسوون قسطره حق المكان هذه ويسوون محلول من بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم جدا جدا قلوي يسوونه، والتجارب هذه يمكن 95% نجحت، وايد ناس تشافوا من شنو؟ من قسطره بيكربونات الصوديوم هذا اللي بالمطبخ اللي قاعد تشوفونه. تسمعون قبل عنه انه يعالج وشافي وكذي، بس كل شوي تخترب المعلومه مالته، ما حد فاهمه، ناس يستخدمونه حق الحرج شيء بس، ولكن كان يسوون فيه قسطره يغزون حق الورم نفسه السرطاني ويختفي. تخيل في وايد اشياء جدا سهله، ولكن شركات الادويه يبون فلوس. شنو انت تتشافى؟ احنا شنو نكسب اذا انت تشافيت؟ عرفتوا؟ خلاص الموضوع اخواني اخواتي، عسى الله يشافي كل مريض، ولكن انا قلت لكم سبب المرض الاساسي عدم وصول الاكسجين للخلايا. عندنا الكبد في سموم، يعني عندنا اكسجين وكبد، كبد في اكسجين شويه يمشي حاله، ولكن كبد وماكو اكسجين لا، راح الجسم حياك الله بالامراض الجديده، سرطان وغيرها من امراض. عرفت شلون؟ الساعه هذه اللي بيدي وايد احبها شغلتين، الشغله الاولى عشان جايت لي هديه، الشغله الثانيه ان فيها شيء حلو. كل شوي يجي لي الارم، قاعد اسوي لهم دعايه حق شركه اوبر، كل شوي يجي لي الارم يقول لي تنفس. قبل كم يوم اكشت ما لي خلق، بعدين لا قلت لحظه شنو هذا يقول لي يحبني هذا، يخليك تتنفس كل شوي، ايش تبي؟ حاطي لك اياها وانت قاعد بمكانك، ايش تبي اكثر من كذي؟ يا جماعه اكسجين تذكر الله حاطها مو عبث الكبر، اوكي؟ وايد نسمع والله انا المرض فيني وراثه، جين سرطان وراثه، امراض انا باعتقادي ماكو شيء اسمه وراثه. قد يكون عندك الجين هذا يعني لا استعداد انه يتغير، ولكن انت بنفسك تخليه ما يتغير. يعني مثلا نجيب اثنين، نجيب محمد وظهري، محمد من عائله واحده فيهم جين السرطاني بسرعه يتغير، محمد اكله صحي وفيه اكسجين ويحافظ على اكله وما عنده سموم، ولكن ظهري ماكو اكسجين ما يحافظ على اكله كله خربوطه، ظهري يصيبه بسرعه، محمد مستحيل يصيبه. فلا حد يقص عليكم والله هذا وراثه وراثه، ساعات البيت نفسه يتوارثون العادات والتقاليد، اكل معين ما يقعدون ما يسوون رياضه فيتوارثون المرض، يتوارثون المرض. عرفتوا؟ فماكو شيء اسمه وراثي، الله ما خلق سبحانه وتعالى انسان عشان يقوم ياه ثاني ويمرضه، لا 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 حرام، لا تقولون شيء. شفت الشغلات اللي بيدي هذه؟ انا مسؤول عن كلامي، اوكي؟ اقسم بالله العظيم ما لكم شغل بالشركات، في شركات وايد، ولكن هذا اللي عندي. اذا استخدمتهم واكلك زين وتسوي رياضه وتنام عدل وما تاكل يعني اكلك خربوطه وكذي وتستخدمهم، والله العظيم مستحيل من سابع المستحيلات عندك اي جين يقلب سواء سرطاني او غير سرطاني. خليني اقول لكم هذا السيلينيوم، السيلينيوم شنو يسوي؟ يجدد الجلوتاثيون. شنو الجلوتاثيون؟ هو الخط الدفاع الاول للكبد لضد خلايا السرطانيه، يذبحهم. عندنا شاي القراص، شاي القراص هو الشاي الاول بالعالم اللي ينظف الكبد. عندنا اليود وعندنا فيتامين دال، هذول الاثنين هم اللي يمسكون الجين ما يخلونه يتحول الى جين سرطاني او جين مشوه، هذول الاثنين فيتامين دال واليود. وعندنا الكروفيل، عندك الكروفيل، اذا تسمع عن شيء اسمه اكسجين وما تدري عن الكروفيل ترى طايفك وايد، طايفتك نص الدنيا. يعطي حق كل خلية بجسمك أكسجين 3 مرات باليوم، 4 مرات باليوم، 5 مرات باليوم، جدا آمن الكروفيل. تخيل جسمك كله يترس أكسجين،
مع رياضة مع مشي مع شو اسمه تعبي الرئة كلها هواء وكرفل لو تاخذه بروحه شوف التغيرات. شفت الأشياء اللي أنا ذكرتهم بالفيديو؟ والله العظيم إذا خذيتهم كلهم حتى لو ما فيك شيء صور وجهك بعد شهر صور وجهك إذا ما شفت فرق بصحتك فرق بمزاجك فرق بشكلك فرق بجسمك كله. ليش؟ لأن هذول الأشياء جسمك يحتاجهم. هذا اللي ينظفه هذا يعطي وهذا كافي فيتامين د يشتغل ب 3000 وظيفة بالجسم. أشوفكم على خير وخلكم مع بظهري تنفسوا وتكفى. اشتري لك ساعة اركض.